السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامجكم المفضل برنامج ملاعب بلد. طبعا قبل ما أرحب بالسادة الضيوف، طبعا بننعي أو قصة البرنامج بتنعي الكابتن سلامة الضوي المدير الإداري لقطاعات الناشئين، طبعا في والدته التي توفت اليوم، تغمدها الله في رحمته. وطبعا ما ننساش الراحل الكابتن عمرو زغلول، طبعا ذكراه تخليدا لذكراه طبعا من الشخصيات اللي أثرت في المجال الإداري الرياضي، طبعا كمدير إداري نادي النصر الرياضي. طبعا في البداية بحب أرحب في الفقرة الأولى بالكابتن أحمد عثمان لاعب نادي اتحاد الشرطة السابق. أهلا وسهلا كابتن أحمد. أهلا وسهلا كابتن، منورنا في الاستوديو. سيجا ومعنا طبعا اللاعب الجميل، لاعب ذو الإمكانيات العالية، لاعب نادي الاتحاد السكندري السابق، اللاعب محمد أحمد السبرود. أهلا وسهلا محمد. أخبارك يا حبيبي، عامل إيه؟ الحمد لله تمام. طبعا في البداية كابتن أحمد عايز أتكلم طبعا في عجالة تعريفية بالكابتن أحمد. طبعا كابتن أحمد لعب في العديد من الأندية الدوري الممتاز، نادي إنبي، نادي بتروجيت، نادي طلائع الجيش، نادي الداخلية، وطبعا مرن في العديد من أندية الدوري الممتاز منها نادي الداخلية ونادي الشرطة الرياضي بمنطقة القاهرة لمواليد 2005 تحت 16 سنة. كابتن أحمد في البداية كده عايز أتكلم بقى عن الإنجازات بتاعت كابتن أحمد عثمان، لأن أنت لك خبرة وباع طويل في نادي الداخلية. الحمد لله، من فضل الله، اللهم لك ألف حمد وشكر لك يا رب. أنا طبعا بشكرك على الاستضافة الجميلة ديت، وبشكر حضرتك حبيبك على اليوم الجميل دوت، وإن شاء الله يبقى حاجة كويسة وحاجة مشرفة إن حضرتك من الشخصيات الجميلة، والقناة بتاعتك بسم الله ما شاء الله يعني مسمعة في حبيبك مستوى على مستوى القاهرة ومستوى الناشئين وقطاع البراعم، وحاجة محترمة. الحمد لله، اللهم لك ألف حمد وشكر. أنا يعني بدايتي الحمد لله كانت من بداية صغيرة بمركز شباب اللي هو منشأة التحرير في منطقة عين شمس، من خلالها تطرقت لأحد أندية الدوري الممتاز، بعدها تطرقت لنادي إنبي، بعد كده ربنا كرمني من خلالها رحت بتروجيت، بطلت صغير شوية بس الحمد لله يعني أخدت في مجال التدريب من فضل الله خطوة إيجابية الحمد لله بالدراسية أكيد يعني طبعا. من فضل الله يعني ابتدينا بالدورة الأساسية، بعدها ثقفنا نفسنا، قدرنا إن احنا نعمل حاجة كويسة الحمد لله، خدنا بكالوريوس تربية رياضية، قدرنا إن احنا نشغل بشكل علمي أكتر من هو تطبيق عملي، نعم الله الحمد لله ربنا. فأتمنى إن شاء الله يبقى الحلقة إن شاء الله. طبعا معي اللاعب محمد أحمد سبروت، لاعب نادي الاتحاد السكندري وفاكهة نادي الاتحاد السكندري، طبعا من الشخصيات أو اللعيبة الجيدة جدا. محمد قول لي كده بقى، بدأت فين قصتك؟ أول ما بدأت يا كابتن، كابتن حمد شحاتة، تمام، كنت جه خدنا من عندنا من نادي وقام ودي الاتحاد السكندري. تمام. اتمرنت تحت ايد مين بقى في الاتحاد؟ عصام عنتر. الكابتن عصام عنتر، المدربين المحترمين الجيدين، تمام. وبعد كده اتنقلت، رحت فين بعد الاتحاد السكندري؟ النصر التعدين. رحت النصر التعدين، طبعا من النصر التعدين طبعا انت عملت موسم جيد صراحه، ومن اللعيبه الجيدين في هذا الموسم. طيب محمد، تطلعاتك في الفتره المقبله يعني عايز توصل لفين؟ طموحاتك ايه؟ طموحاتي يا كابتن اوصل الاهلي. الاهلي؟ انت اهلاوي ولا ايه؟ طيب ماشي، فوت ده كابتن احمد طبعا. مين في مصر؟ انت اهلاوي ولا زمالكاوي؟ مين في مصر؟ برضه اهلاوي؟ ايه كلكم اهلاويه ولا ايه؟ مين في مصر مش اهلاوي؟ خلاص لله الامر من قبل ومن بعد. كابتن احمد طبعا في الانجازات يا كابتن احمد في ملف الكابتن احمد او السي في، السيره الذاتيه بتاعت الكابتن احمد عثمان. طبعا لاعبين مميزين طلعوا من ايد من تحت ايد الكابتن احمد عثمان. بفضل الله، لا اللهم لك الف حمد وشكر ليك يا رب. يعني انا في على مدار فترتي مع نادي ام بي كان موجود صالح جمعه، كان موجود عبد الله جمعه، في نادي الداخليه. كانوا تحت كام تفتكر كده يعني؟ كان تحت كانوا تحت 11 و12 سنه. عبد الله كان اصغر، عبد الله كان 9 سنين. تمام. سنين. صالح كان 11 و12 سنه. تمام. كانوا مع كابتن احمد صابر. كابتن احمد صابر من الناس المحترمه. كابتن احمد من الناس المحترمه وكابتن احمد يعني اللي جايين ما شاء الله. ان شاء الله يعني في برنامج واعد بامر الله. طيب معانا الكابتن شحاته محمود، مدير قطاع البراعم بنادي كفر صقر. اهلا وسهلا الكابتن شحاته. اهلا بيك يا كابتن مصر، ومرحب بيك وبضيوفك الكرام كابتن احمد عثمان،
حبيبي ومشيت تحرير والداخليه و ما انتوا بقى تاريخ طويل بقى انتوا الاثنين بقى. لا انت بتاريخ طويل يا كابتن. حبيبي كابتن شحاته حبيبي. حبيبي كابتن شحاته بالنسبه لبراعم الشرقيه او محافظه الشرقيه بالاخص خفر صقر الشرقيه تمام بالاخص المحافظه في لعيبه طلب من تحت ايدين الكابتن شحاته لانديه الدوري الممتاز ومتواجدين حاليا في هذه الانديه. الحمد لله انا اللاعب محمد رضا لاعب وادي دجله بوبو ده بتاع مشروع الهدف تمام. اللاعب عمرو محمد الشيخ لاعب نادي بتروجيت الفريق الاول تمام. طيب اتفضل خالد محمد خلف اللي الاهلي اشتراه مننا كنت موديه معايا عرب الحسم حتى يعرف بالكابتن احمد الكلام ده والاهلي اشتراه ب 20000 دي حقيقه حقيقه فعلا طبعا دي حقيقه واخد بالك ولاعيبه كتير وفي انبي كلها انبي طبعا انا يعني انبي والجيش اكثر لعيبه فيها فارس حاتم صعد فريق اول هو بيلعب 2003 في الجيش دلوقتي صعد فارس كابتن شحاته. طيب عايز بس اكلمك عن مين صاحب فكره مشروع الهدف ومشروع انتقاء هذه المواهب. انا حضرتك انا كنت الاول بدات الاول باكاديميه عاديه وكانت ابناء انبي وكان عبد العزيز توفيق المدير بتاعها ايام انبي وبعد كده اشتغلت كابتن عبد الحميد رحت مع العرب وبعد كده اشتغلت الدكتور عطيه خدني بتروجيت تمام. فكان لقيت ان كل شويه احنا بننتقل لعيبه كتير من هنا من الشرقيه بتنتقل انبي كتير تمام كابتن. وانا كان عندي البنيه التحتيه عندي ملاعبي عندي ملعبين فطبعا قلت اعمل ايه مشروع انمي فيه المواهب دي كلها لان كان اسمنا كويس فجمعت كل المواهب وسميته مشروع الهدف. لا مشروع جيد فعلا يا كابتن شحاته وبدات ارخص فيه ورخصته فعلا ورحت الاتحاد وانا من اللجنه اللي كانت بتجري في الاتحاد رخصت الاكاديميات مع الدكتور محمود سعد والكابتن احمد يعرف الكلام ده تمام. وعندي فعلا لعيبه كلها بتلعب في انبي والجيش والداخليه والمقاولين والاهلي. تاريخ كابتن يعني شحاته محمود طبعا من الشخصيات المحترمه وطبعا من المدربين القلائل الموهبين في تدريب وانتقاء هذه المباراه. احنا سعداء بحضرتك جدا شكرا كابتن احمد ربنا يوفقك. حبيبي كابتن حبيبي كابتن شحاته شكرا جزيلا كابتن شحاته محمود مدير او صاحب مشروع الهدف لبراعم محافظه الشرقيه. قول لي يا سبروت كده انت طبعا تطلعاتك بقى اللي انت عايز توصل للنادي الاهلي ده محليا طب عالميا بقى بتحب اللعب من بره عايز تبقى زيه؟ محمد صلاح. محمد صلاح تمام. وزي وداخليا بقى محلي بقى في الاهلي مين؟ ابو تريكة. ابو تريكة لعيب كويس طبعا من اللعيبه القلائل النادره وجودها من الشخصيات اللي اثرت الرياضه المصريه. كابتن احمد طبعا في عجاله كلمني عن الداخليه فريق ال 2005 واهم اللاعبين وابرزهم. احنا من فضل الله عندنا مجموعه لعيبه كويسه تمام. الحمد لله ربنا كرمنا احنا الموسمين اللي فاتوا كنا بنشترك في دوري المنطقه اللي مؤهل لدور السوبر تمام. من فضل الله مع انديه اهلي وانبي والمقاولين والدجله كابتن ايمن فاروق عملنا فرقه كويسه تمام. في المدير الفني بقيادة طبعا سيادة اللواء علي عبد العزيز رئيس قطاع ناشئين سيادة اللواء عثمان نصوي مدير تنفيذي النادي تمام. واللي هو مصطفى طه من الناس المحترمه جدا. لا طب الكابتن سمير الخزرجي انت فاكر الكابتن سمير؟ كابتن سمير تاريخ كبير طبعا رئيس قطاع من شئ تحرير وقبل كده كان نادي المصري للاتصالات دي حقيقه ومن الناس الشخصيات المحترمه جدا اللي طبعا افنت واثرت حياتها في كره دي حقيقه. هو كان زميل لكابتن عمرو زغلول الله يرحمه تمام برضه ومن الناس العزاز على قلبنا جدا يعني تمام. طيب عايزين نعرض بقى الصور اللاعب محمد احمد السبروت لاعب نادي الاتحاد السكندري والنصر للتعليم السابقين. طبعا قول لي كده محمد انت كان مين اللي مرنك في نادي الاتحاد؟ كابتن تمام كابتن محمد طبعا اللاعب الجيد محمد احمد طبعا لما كان في النصر للتعليم كان لعيب جيد جدا موهوب جدا من اللعيب اللي هي ممتازه جدا لعيب يمتاز بالمراوغه الجيده والتحرك الجيد طبعا من اللعيبه المميزين في البراعم. قول لي محمد كده اهم زمايلك بقى اللي كانوا متواجدين معاك في الانديه ابرزهم مين؟ محمد فريد تمام. اللاعب محمد فريد طبعا انا فاكره لعيب كويس جدا انت مركزك كنت وسط يمين صح؟ تمام. ومحمد فريد كان وسط شمال تمام كنت ثنائي جيد فعلا فكده كلها لعيبه كويسه طبعا وان شاء الله نتنبأ لكم بمستقبل جيد. كابتن احمد بالنسبه لفريق نادي الداخليه هذا الموسم هل انت مستمر ولا تشكيل الاجهزه الفنيه لم يرد حتى الان؟ لا هو لم يرد فان شاء الله يعني خير بس النشاط الرياضي يعود لطبيعته العاديه ان شاء الله ان شاء الله. احنا يعني في انتظار العوده بامر الله
وان شاء الله يعني ربنا يوفقنا ان احنا نقدر نعمل حاجه كويسه للنادي ونقدر نحقق المطلوب مننا وربنا المستعان ان شاء الله. تمام. بتحب تشكر بقى مين يا محمد؟ لان طبعا والدك في يوميا موجود معاك تدريبات مباريات دوري، ما بيسيبكش ما بيفرقش خالص. احب اشكر والدتي. تمام. وباباي. تمام. كابتن حمدي شحاته. تمام. كابتن احمد فوحي. حبيبي. طيب كابتن احمد، بالنسبه للبراعم نادي الداخليه، الى اين مستوى البراعم في نادي الداخليه؟ بفضل الله السنه دي كابتن هيثم عامل شغل كويس قوي. تمام. مع انديه طبعا عارف احنا بنلعب دوري القاهره، دوري السوبر. تمام. مع الانديه الصفه كلها، اهلي وانبي ومقاولين والدجله، ومحققين نتائج جيده فعلا. احنا كنا مشتركين السنه دي في البراعم 2007 و2008 و2009 والحمد لله حققنا فيهم مراكز متقدمه وقدرنا على قد طبعا الظروف اللي احنا تعرضنا ليها كورونا. طب النشاط بدا ولا لسه كابتن احمد؟ لا لحد لسه لسه, لسه مو... لان في انديه بدات وفي طبعا بعض الاكاديميات والانديه بداوا بالفعل. احنا واخدين تعليمات 15/7 بدايه. 15/7 يا بنطمن اللاعبين لاعبي نادي الداخليه وبالاخص قطاع الناشئين بنادي الداخليه العوده باذن الله على لسان الكابتن احمد عثمان المدير الفني بنادي الداخليه 2005، العوده ان شاء الله 15/7 القادم باذن الله. طبعا في ختام هذه الفقره بحب اشكر ضيوفي الكرام الكابتن احمد عثمان المدير الفني بنادي الداخليه. شكرا جزيلا كابتن احمد، نورتنا وشرفتنا حبيبي. ميرسي قوي للاستضافه الجميله دي، وان شاء الله مزيد من التفوق ومزيد من التالق، وانت من الناس المحترمه كابتن احمد. حبيبي كابتن احمد، ميرسي قوي. وطبعا بحب اشكر اللاعب الجيد اللاعب الموهوب اللي ان شاء الله يكون ليه مستقبل طيب ومستقبل باهر باذن الله، لان فعلا ده حقيقه وليس مجامله. الواد لعيب جيد جدا محمد احمد، وطبعا ربنا يوفقه ويكون في اعلى وافضل الاماكن ان شاء الله. شكرا يا محمد. شكرا حبيب محمد. طبعا هنطلع لفاصل ونعود نستقبل اللاعب، طبعا لاعب نادي وادي دجله السابق اللاعب الكابتن محمد اركو او محمد الشرقاوي مدير اكاديميه الامل بصفه تراب بمحافظه الغربيه، ومعه اللاعب الجيد الجميل لاعب نادي غزل المحله اللاعب علي منتصر. هنطلع لفاصل ونعود نستقبل ضيوفنا الكرام.